اتصلت فيني اليوم مديرة الجمعية وقالت لأول مرة بتوصل التبرعات لهالدرجة، طبعا بفضل النشاط اللي عملناه. ممتاز. وراح توجه رسالة شكر للشركة، مرة مهذبة. اتصلت بنوال وشكرتها كمان. إن شاء الله تكون اتصلت بشهرزاد، لأن هي اللي حملت الشغل كله. وقالت لي هذا النوع من المزادات صاير بأكثر من جمعية من قبل، بس اللي عملناه نحن جاب نتيجة أكثر. إيه طبعا، وكل الفضل لشهرزاد. ودعتنا مشان نزورها ونتعرف عليها أكثر. أمي. وقالت خلينا نتواصل على طول مشان ننسق نشاطاتنا ونستفاد من تجاربكم. أمي. قلت لها إيه وليش لا؟ أنا قلت لك المرة الماضية إني قررت أتزوج شهرزاد. فإمتى مفكرة إنك تعزميها لكنتك مشان تتعرفوا أكثر على بعضكم؟ ما بدي أعزمها.